عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قطرة العين والأذن لا تفطر، والأولى أن تكون في المساء، الأولى أن تكون في المساء، لأن بعض أهل العلم يقول إن وجد لها أثرا في الحلق فإنها تفطر، لكن الصحيح أنها لا تفطر، لكن لأنها ليست مدخلا من مداخل الطعام، لكن إذا كان لا ضرورة لها تجعل في المساء أفضل، والله أعلم.